السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه يلا عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده وصفتنا سهله وحلوه وهتعجبكم جدا باذن الله. هنعمل معجنات كده حلوه لشرب الشاي او للفطار والعشاء، مورقه من جوه والعجينه هشه جدا. هنعمل كعك السمسم او السميت التركي بعجينه مورقه جدا وهتعجبكم قوي قوي. تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. المقادير اللي معايا بسيطة قوي. معايا كوبايتين من الحليب الدافي، ومعايا كمان 2 بياض من البيضة، وطبعا الصفار بتاعهم انا مش هرميهم، هنستخدمهم بس في دهن الوش بتاع الكعك. ومعايا كمان السر هنا 2 كبار مليانين من وش اللبن او من قشطة اللبن، استخدموها في المعجنات هتفرق معاكم جدا. معايا 2 كبار من السكر ومكعب صغير من الخميرة الفريش، تقدروا طبعا تستخدموا الخميرة الفورية. معايا 4 كوبايات من الدقيق بالكوبايه المعياريه، ولسه هشوف هل هيحتاج معايا دقيق ولا لا، واحنا شغالين كده هنعرف. هحط مكعب الخميره، طبعا انا مطلعاه من الفريزر لاني بحتفظ بيه في الفريزر، طلعته واخد حراره المطبخ وابتديت اشتغل بيه. واللبن طبعا لازم يكون دافي، الدفى المطلوب مش السخن قوي عشان الخميره ما تموتش. هقلب بقى كويس قوي لحد ما الخميره تدوب هي والسكر كويس جدا. هنزل بقى بالقشطة اللبن. القشطة هنا بديل للسمنة او للزبدة او للمواد الدهنية، بس هتديكم نتيجة حلوة قوي قوي. جربوها في اي معجنات انتوا عايزينها تعملوها، حتى لو هتعملوا بيتزا جربوا بس وش اللبن، بيديها هشاشة وطراوة جميلة قوي. طبعا اللي ما عندهوش يقدر يستخدم الزبدة او السمنة، هتديكم نتيجة كويسة جدا وتكون بحرارة المطبخ برضو. انا ضفت هنا 4 كوبايات من الدقيق، وضفت كمان 2 بياض من البيض، وكمان عيرت 2 تانيين من الدقيق. اثناء الاستخدام كده هفضل ازيد فيهم تدريجيا لحد ما العجينة تلم معايا. لكن في المجمل انا استخدمت فعلا النهاردة 6 اكواب من الدقيق على 2 كوب من اللبن وبقية المكونات زي ما اتفقنا، لحد ما العجينة لمت معايا. ومهمة قوي العجن كويس، دي عجينة قاسية يعني محتاجة عجن كويس جدا، مش زي عجينة البسكوت اللي محتاجة لم. انا بقى هسيبها تتخمر، هتقعد لها بتاع ساعة مثلا، ولو في الشتاء اكيد هتدفلها الفرن مثلا او هتقعد اكتر من كده. بصوا ما شاء الله عليت ازاي الخميرة الفريش دي، نتيجتها ومفعولها تحفة جدا. جربوها لو قدرتوا توصلوا لها. انا بجيبها من الفرن عشان هي ما بتتباعش في اي مكان تاني. بصوا بقى العجينة لما هفضي منها الهواء هشة جدا وتضاعف حجمها بطريقة حلوة قوي. هلمها بقى كويس وافضي الهواء منها اكتر من كده وهنبدأ نشتغل فيها. هي هتعمل لنا كمية معقولة قوي من الكعك، هتعمل لنا تقريبا 8 فطاير، حجمهم حلو، حجمهم كبير، تقدروا طبعا تصغروا عن كده لو حابين. انا رشيت رشة بسيطة جدا من الدقيق على المكان اللي انا شغالة فيه، وهبدأ يعني الم العجينة مش اكتر، لان لما بتخمر بيكون فيها نسبة رطوبة كده زيادة شوية، فمحتاجة رشتين من الدقيق ساعة ما تكوني بتلميها. هبدأ اقطعها طبعا قطع متساوية زي ما انتوا شفتوا كده، وهتديني 8 قطع زي ما قلت قبل كده. فهي لو حابين حجمها اقل تقدروا تقللوا في حجمها، مفيش اي مشكلة، تقدري توصلي للحجم اللي انت عايزاه. هلم العجين بس في ايديا، اخليها كوره كده وهسيبها جنبي ترتاح لها شويه، بعد كده ابدا اشتغل في كوره كوره، هعملها كعكه لوحدها. هستخدم بقى اول واحده وهبدا ان انا اخليها زي الاسطوانه، هفضل ابرم فيها ابرم فيها لحد ما تكون طويله. لو اتقطعت منك في النص مفيش اي مشكله، ارجعي لزقيها تاني او عيدي عليها تاني، مش هيجرى اي حاجه. كذا واحده اتقطعت مني وانا شغاله فما تقلقوش، اهم حاجه بس تخرجوا الهواء زياده منها عشان ما تتقطعش منكم. وهبدأ اضفرها اللي هي الضفيره اللي على 2، عايزين بقى تعملوا اي شكل انتوا عايزينه مفيش مشكله، بس ده الشكل التقليدي بتاعها اللي بتتباع بيه دايما. فانا ماسكاها من الطرف اللي فوق وببدا ان انا اضفرها من تحت وهلزق الطرفين في بعض بالشكل ده من غير اي ماده تانية، وهما في بعض كده هتلاقوهم لزقوا. شكلها حلو قوي وحجمها كمان معقول، وطبعا لما هتخمر هيكبر حجمها اكتر من كده، فراعوا برضو الحته بتاعه انها
تكبرش منكم قوي عشان تبقى معقولة يعني. عملت دي برضو بنفس الشكل، وكلهم هخلصهم بنفس الشكل ده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. واهم حاجة ان انتوا تفردوها الفردة اللي انتوا شفتوها دي وتبدأوا تلفوها رول على نفسها، وبعد كده تبرموها البرمة دي عشان الهواء يخرج منها، لان هو اللي بيخليها تتقطع. طبعا انا برصها على صاج الفرن، الافضل ترصيها على ورق زبدة بس انا ما عنديش، فلو عندك يكون احسن. ما عندكيش، انا دهنت حاجة بسيطة من الزيت، بسيطة جدا جدا، ورصيت عليهم الفطاير بتاعتي. وطبعا كل واحدة بعيدة عن التانية بمسافة معقولة عشان لما هتخمر ما يلزقوش معاكي في بعض. هسيبها قد ايه تخمر؟ انا هسيبها تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة. طبعا الدنيا حر والمطبخ بتاعنا دافي، فهتلاقيها خمرت منك بسرعة. لو في الشتاء طبعا اكيد هتطول معاكي شوية. هنا كمان بعد ما خمرت وشكلتها طبعا، فاخدت ما شاء الله يعني شكل حلو وحجم اكبر. حطيت بقى صفارين البيض بتاعنا، وحطيت عليهم شوية صغيرين قوي من اللبن، ورشة صغيرة من الفانيليا السائلة. مش عايزة تحطي فانيليا سائلة، ممكن تحطي نقطتين من الخل، هتضيع زفارة البيض تماما. وممكن تحطي كمان على طرف المعلقة كده نسكافيه من اللي هو سريع الذوبان على الموضوع ده كله، هتقلبيه برضو هيضيع من زفارة البيض تماما. وبدهن براحة خالص، لان وش الفطاير بتاعتنا بتكون رقيقة قوي، وممكن يعني لو ضغطتي عليها سنة كده بالفرشة تلاقيها هبطت منك والهواء طلع منها. الفرن بتاعي سخن جدا على اعلى درجة حرارة، واول ما هدخل الصواني ههدي الدرجة وهخليها على 180 ل 200 عشان تستوى من جوه، ما تلاقيهاش من بره خدت اللون ومن تحت ومن جوه لسه عجين. رشة السمسم دي طبعا بتكون اضافية، لو حابة تحطيها، مش حابة ممكن تحطي حبة البركة، او ممكن كمان تحطي رشة من السكر لو حباها تكون يعني محلية اكتر، لكن انا حطيت سمسم عشان تمشي الاتنين لو هناكلها بحلو او بحادق. هدخلها بقى الفرن بتاعنا، وهتقعد قد تلت ساعة كده. وطبعا لازم تكوني مراقباها كويس، اول ما تلاقي اخدت لون من تحت ولقيتي الاطراف بتاعتها بدأت تحمر، اطفي من تحت وافتحي الشواية وانتي واقفة كده مفيش اقل من دقيقة، وهتكون اخدت لون حلو جدا. شايفين اللون جميل ازاي؟ ما تقلوش اللون اكتر من كده. وبصوا ما شاء الله فاضية من جوه واخر هشاشة، عجبت الولاد جدا في الفطار وفي العشاء، يعني بصوا شغالة في كل الاوقات ما بين كمان الوجبات مع كوباية شاي لو انتي بتحبيه، او شاي بلبن، او اي مشروب دافي انتي بتشربيه، هتعجبكم جدا وان شاء الله تعجب كل الاسرة. وصفة كانت سهلة وبسيطة على كل اي حد يقدر يعملها، ان شاء الله تنجح معاه. يا رب تكون الحلقة بتاعتي النهاردة عجبتكم، هنشوفكم باذن الله في وصفة جديدة وفي فيديو جديد وفي روتين ان شاء الله جديد، مع ذكر اسامي كل متابعيني اللي حابين. عايزة اوريكم بس العجين من جوه عاملة ازاي، ما شاء الله مورقة قوي قوي قوي، احلى كمان من الجاهزة وانضف طبعا اكيد لانك عاملاها بايديكي، وفي منتهى الجمال ريحتها تحفة. ريحة الفانيليا السايلة اللي حطيناها لوش البيض مخليها ريحتها حلوة قوي. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني.